استاذ احمد فنان كبير. صباح الفل. عامل ايه؟ تمام معلش انا تعبت. عايز نجفك كده فوزي. ده برنامج اسمه المهمه 5 على 5 وعندنا مهمه محتاجين فيها نجف. السؤال هو تمام سمعت حاجه؟ اه يا باشا حبيبي سياح مصر مش هتنسى لك الجميل ده ابدا. والله غريبه قوي. نجلاء ومحمود عارفين انهم هدفنا الليله وعارفين ان احنا بنطاردهم النهارده وقاعدين بيلعبوا طاوله ولا كان ال 24 ساعه بتاعهم ابتدوا. الناس دول كول يا مان. مساء الخير. انا من برنامج المهمه 5 على 5. عرفت مكانه ازاي؟ عرفت خلاص. ماشي. انا اللي جاي اديك المهمه بتاعتك. تمام؟ هتاخدي النجفه دي وهتروح على محل نجف في ميدان سفنكس. ميدان سفنكس. تمام؟ تمام. قدامك من الوقت 15 دقيقة. 15 دقيقة. اوكي. هتسألي على أستاذ أحمد، تمام؟ تديله نجف وهيديك السؤال بتاعك. تمام؟ في محل نجف تاني ولا هو محل واحد؟ لا هو محل واحد. بس لازم تاخدي يعني تشوف المنطقة هنا عجلة وتاخديها لأن المشوار طويل. تمام. عجلة؟ عجلة. في ميدان سفنكس. يلا بقى بينا. عجلة. مفيش حد هنا بيأجر عجل. مفيش عجل؟ مفيش عجل. فين؟ ها؟ الشارع اللي جاي ده؟ يلا عايزين فين العجل؟ كمنا ربع ساعة وهناخد السؤال. ميدان سفنكس، فين ميدان سفنكس؟ هنلف كده؟ ما ينفعش نلف عكسي؟ شوفي بتاع نجف. طب ما تيجي نسأل. مفيش حد نسأله؟ لا مش عايزين نوقف. مش عايزين هو في بتاع نجف هنا؟ في بتاعنا. معلش احنا في مسابقة ولازم نحل المسابقة. اهو لو سمحت أستاذ أحمد موجود؟ السلام عليكم أستاذ أحمد. أستاذ أحمد أنا من البرنامج. قالوا لي قبل سؤال حضرتك دي تقول لي السؤال. حضرتك في 2011 في 2011 مصر دخلت موسوعة جينز بأكبر نجفة في العالم وهي إنتاج مصر وموجودة حاليا في مسجد الشربطي. طول النجفة 17 متر وعرضها 17 وقطرها 17 متر. تمام. السؤال هو إيه هو وزن النجفة؟ هو وزن النجفة. مش قادر افتكر. لو هتساعدنا مفيش اي حاجه بنسال حد بتاع نجف نعمل ايه وزنك. انت موجود في المكان اللي مصنع النجفه نفسه بس ما اقدرش اديك حاجه. هي بالكيلو؟ اه بالكيلو. يلا حاول تحسب. 17 سنه ده بالوزن حسب فيها كام كريستاله ولا فيه. طب اسالك سؤال وبعدين اجاوب. نجفه مسجد هي دي كام كيلو؟ دي حوالي قبل ما تدخل الموسوعة كانت أكبر نجفة كام؟ لا ما عنديش خلفية. احنا سجلنا أكبر نجفة و تمام. بص دي 600 كيلو يبقى نضرب 600 في 4 600 في 4 6 في 4 24. حاول أسرع يعني عشان الوقت. 2400 كيلو ده لو حسبناها بالتقريب 2400. خلينا يعني 2500. طب مفيش اختيارات قريبين مثلا؟ احنا كده 2400 ده قريب. بلاش تقول لنا الرقم اكتر شويه. هي 300 3000 3000 يعني 3 طن مثلا. 3 طن وشويه مثلا شويه كده. 3 لا هو لو 3 طن شويه احنا كسبنا خلاص. مش لازم كده 3 طن مثلا و 3 طن و 200 3 طن و 300 يعني 3300 كيلو مثلا. ان شاء الله بجد تكون صحيحه واحنا لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. انا مش عارف. سؤال صعب طبعا. اداني نجفه حد جالنا لقيته ماسك نجفه كده واحنا قاعدين في القهوه لان دي المهمه بتاعتكم. وصلوها ميدان سفنكس 15 دقيقه وهتاخدوا السؤال بتاعكم وتجاوبوه وتكسبوه. اخدنا النجفه على العجله ولازم تركبوا عجله وتروحوا بالعجله عشان المشوار بعيد مش هتعرفوا تروحوا ماشي. فضلت ماسكه على ايدي واتبهدلت هي في ايديها بس وانا بس جينا على طول. بس عرفنا الطريق يعني استاذ احمد. اه
جينا دخلنا دي نجفه. نجفه غريبه، هي مش نجفه، شبه نجفه بس اخدها مش مشكله. وقال لنا السؤال هنا في المحل عملوا اطول نجفه واتقل نجفه في 2011 دخلت موسوعه جينيس. فهو بيقول لنا ان قطرها 17 متر تقريبا وطولها 17 متر، فكانوا عايزين وزنها. يمكن قربنا قلنا شويه 3000 كيلو، 3300، 3500، بس قلنا تقريبا 3300 كيلو تقريبا، اللي هو 3 طن 300 تقريبا. يعني اتفاجئنا صراحه، معلومه جديده علينا بس احنا جبناها بالتقريب.